فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن بالطائف، أسكن في الطائف بعد الميقات مما يلي مكة، وأريد أن أحج، وأنا حاليا لي 10 أيام أعمل في مكة، فمن أين أنوي الحج؟ إذا كنت نويت الحج من الطائف لا بد أن ترجع إلى الميقات. أما إذا رحت المكة لا تريد حجا ولا عمرة، ثم بدا لك أن تحج، إنك تحرم من المكان الذي نويت منه. نعم.